الوجهة اللي جاي جديد. ده مشروع عندنا هنا في الكوليدج فندق من الاتحاد الاوروبي بشراكة مع اربع جامعات. اسم المشروع بيسز، الهدف الاساسي منه ان احنا نعمل اكسسابيليتي. لا كده احسن. سمعت الاكسسابيليتي سنتر ده اللي بيروح لهم في المكتبه، لما تخش المكتبه اللي انت بتذاكر فيها في اخر المكتبه جوه خالص هتلاقي اخر ترابيزتين عليهم اللوك لابس على ظهر الكراسي، وعلى يمينهم في جزء ازاز كده مقفول عليه نفس الكلام. ده عباره عن ايه زي ما قلت لكم، مشروع الهدف منه ان احنا نعمل اكسسبيليتي سنتر لمساعده الطلاب اللي عندها اي شكل من اشكال الديسابيليتي. يعني ايه ديسابيليتي؟ حد عايز؟ الاعاقه اللي احنا بنقول عليها اعاقه، اي شكل منتال. لو حد ما بيشوفش هتبقى دي احد اشكال الديسابيليتيز. احنا عندنا في الكليه طبعا في هندسه مش مسموح ان اصلا يخش حد عنده توتالي فايل مثلا، لكن انا اوريدي عندي فايل كبير بيجي يقرا ازاي؟ يقرا كده. ده الناس دول احنا عايزين ناخده ونبتدي نعمل ايه؟ احنا جبنا له اجهزه تقدر تخليه يقرا الكلام ده بشكل كبير. فور اكزامبل في حاجه اسمها الكترونيك كوب ماجنيفاير، يحط عليه الكتاب بتاعه فايه اللي يحصل له؟ يطلع له على شاشه كبيره كده الكلام ده بفونت كبير، او تتحول الكتابه ذات نفسها بسوفت وير تتحول لفويس تبتدي يشرح. هنحاول نجيب له اجهزه كمان مش بس وهو بيذاكر في المكتبه. تعالى تعالى. وكمان وهو هنجيب له اجهزه عشان لو عايز يروح يحضر بيها في المحاضره مثلا. ده لمين؟ ده للطالب اللي عنده ديسابيليتي. انا عندي بقى ثلاث اطراف انا بدور عليهم وانا هنا النهارده. اول طالب، اول طرف يعني هو الطالب اللي عنده مشكله، عشان اقول له ايه؟ عشان اقول له ان احنا جهزنا لك مكان تقدر تلاقي فيه الحاجات اللي بتساعدك انك تبقى زيك زي زمالك اللي عندك. وعايز انتوا بقى اللي هو الطالب اللي ما عندوش مشكله. طب انا عايز منك انت ايه؟ عايزك انت تتعامل او تتعلم ازاي تتعامل مع زمايلك دول. اول حاجه انك لو لقيت حد عنده مشكله، لان مش كل الديسابيلتيز بتبقى ظاهره. يعني لو انا عندي حد عنده مشكله في رجله هيبقى ظاهر، لكن الناس اللي عندها ضعف في السمع شويه مش هيبقى ظاهر، اللي عنده ضعف في النظر شويه مش هيبقى ظاهر، اللي عنده كلر بلايندس يعني اللي عنده عمى الوان، عمى الوان ده مش هيبقى ظاهر. فانا عايزك تقول له لو حد كده، لان الناس بالطبيعه في مجتمعاتنا احنا بنخجل منهم. انتوا كطلبه جربتوا عشان تقدر تجيب وتقدر تساعده. احنا في الغالب لو انت ماشي في الشارع ولقيت حد بلايند ماشي في الشارع يعدي الطريق وهو مش اعمى، هتعمل انت ايه؟ بشكل لا شعوري بتروح عليه وتبتدي تمسكه عشان تبتدي تعمل ايه؟ ده بيضايقه جدا. احنا بقى احد الاهداف الاساسيه للبروجكت كمان ان احنا نجيب تلاميذ وطلبه عاديه تتطوع عشان تتعلم تعمل ايه؟ عشان تتعلم تساعد اللي عنده ديسابيليتي. الكلام ده ليه رولز، مش بالحب. واللي هيتدرب في ده هيديله سيرتيفيكت. زي ما بقول كان لسه حد من شويه بيسالني انا مسربه. عايز الناس ما تعرفش ان ده غلط بالمناسبه. بالظبط كده بقى. احنا بقى دورنا ان احنا نعمل ايه؟ هنعرفه وات شود بي، وات شود بي، وات شود بي. لان في حاجات كتيره انا بعملها بشكل طبيعي وهي غلط. حد قال لي طب انت ايه مصلحتك انك تضرب حد الصلاه الرابعه؟ ما الصلاه الرابعه ده هيمشي امتى؟ كمان شهر ولا حاجه. كمان شهر. الفكره في كده يا جماعه، الفكره ان انا مش هدفي انك تساعد بس زميلك في الكليه. اللي فين؟ اللي في الشارع بره كمان. فانا عندي الطالب اللي عنده ديسابيليتي هقدر اساعده واجيب له اجهزه، عندي الطالب العادي هقدر اعلمه ازاي يتعامل معاه وازاي يقدر يساعد زميله، وعندي بقى ثالث طرف وهو اللي احنا موجودين عشان نحط الشركات. احنا في دلوقتي طالب، يعني في واحد من التيم اللي معانا بيعدي على الشركات وبيبتدي يديهم فكره على المشروع ويسالوا اذا كان هو عنده اشتغالات يعين حد كده ولا لا. في قانون 5%، في قانون 5% بس مش مبعد. يعني اكشوالي بيعملوا ايه في موضوع 5% ديت؟ بياخدوا يجيبوا يديله فلوس ويقول له مش عايزين منك حاجه، اقعد في البيت وخلاص. ويعتبروا كانه ايه؟ عشان الضرايب. بينما اكشوالي انا عندي طالب مثلا عنده مشكله في رجله، ما عنده اعاقه في رجله. لكن ده ملوش علاقه ان هو يشتغل برمجه على الكمبيوتر حلو جدا. الراجل اللي عنده مشكله في النظر، لو انا اديته ديفايس يقدر يشوف بيه كويس، وده بالتكنولوجيا دلوقتي يقدر يتحل جدا، الراجل ده بتاع برمجه كويس جدا. احنا عايزين نقول للشركات كده، وعايزين نديهم نماذج احنا اتعاملنا معاها مالها؟
ممتازه جدا. انا اقدر احكي لك نموذج واثنين وثلاثه منهم. هو راجل بروجرامر هايل جدا ممتاز جدا، مع العلم انه ماله عنده مشكله فيه. فدي ما هيش اختلافات. احنا ابتدينا من هنا، يعني احنا دلوقتي السنتر اللي عندنا جوه الكليه استابلش. يعني لو انت رحت المكتبه دلوقتي هتشوفوه الاجهزه بنسبه 50% الاجهزه جت. يعني احنا ممكن ودن شهر واحد يبقى السنتر مفتوح لناس تخش تتعامل فيه. هنبتدي من بعد، احنا دلوقتي بنبتدي نجمع اسامي الناس، كل حد حابب ان هو يبقى فولنتير معانا. وهنبتدي على طول من بعد الفير نبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي بدايه ان احنا نعمل جروب على الفيسبوك نلم فيه كل الناس اللي عايزه تبقى فولنتيرز. ونبتدي نعمل ايه؟ احنا اتدربنا عشان نعلمه ازاي يتعامل. هنبتدي ندربهم، وبدون هم النوايا اللي تعمل ايه بعد كده؟ اللي تنقل ده الناس تاني بعد منها، لغايه لما الدنيا دي كل شويه يحصل لها ايه؟ توصل. الكورسات دي سريعه جدا. انا اقدر اقول لك ان احنا نقدر نديك الدوره مثلا بتاعه انك ازاي تتعامل دي مبدئيا في يومين. ولو الدنيا عندك فاتحه شويه، يعني في عندك وقت شويه، نقدر نخلص ده بشكل اسرع من غير الكورسات. وزي ما قلت لك في حاجات كتيره احنا ممكن نكون بنعملها بشكل طبيعي صح، بس في حاجات اكتر جاست اني بس هعرف اني دور صح ولا غلط هتلاقي الموضوع اكسبت. احنا كمجتمع على فكره بتاعتنا اننا فكره حب المساعده. انا في الغالب هنا في مصر ما عنديش مشكله الناس اللي هتجنون او الناس اللي هتتريق، لكن عندي مشكله الناس اللي هي هتتعاطف ازيد من اللازم. ومعلش يا حبيبي وانت حتى وانت بتبص له بتبص له ازاي؟ تجرحه اصلا. بالظبط، هي دي بتضايق اصلا. هي الفكره في كده. هنتعلم دايما الموضوع ده. المشروع ابتدى في طب وهندسه، يعني احنا المشروع دلوقتي في جامعه عين شمس بنطبقه في طب وهندسه، وهدفنا بعد كده ان السنتر دوت يوصل يوصل يوصل. المشروع دوت بيكوا انت زي ما قلت لك، احنا ما عندناش اي كوليسترولز على العدد. يعني اي عدد هيجي لنا هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي ندربه. في جزء من التدريب دوت هنقدر نوصله للفيس. الجروب بتاع الفيسبوك دوت نبتدي نحط حاجات تتعلم انت منها واحده واحده، مرورا بان انت تيجي تقعد معانا وتتعلم سيشن وتاخد سيرتيفيكت تتعامل بيها مع الناس. احنا كده كده هيبقى في اوقات. فور اكزامبل احنا اشمعنى عملنا الفير الاسبوع دوت؟ بعد متر المعاد قدامنا يعني ده انسب وقت الناس كلها خلاص رايحه فيه. انا خلاص المتر بتاعي دلوقتي انا فاضي. احنا هنعمل حاجات في الوقت ده وحاجات في اخر السنه. احنا مش مستعجلين على دوت، احنا خلاص الاكسسبيلتي سنتر بتاعنا اتعمل. والمفروض ان كمان الدورات ديت هتبقى اللي عايز الانجليش هتبقى موجوده ليه، واللي عايزها عربي هتبقى موجوده في ويب سايت للبروجكت تقدر تخش عليه وتتفرج على اي حاجات متاحه في اي ماتيريال. انا اتخيل ان الموضوع عندنا مش هيبقى فيه مشكله. الطلبه اللي عندنا اصلا ذكيه وهتبقى حابه الموضوع. ونطلع بعد كده بقى دي الستيل الحاله الثانيه. هنطلع بده فين بقى؟ نطلع بده كمان بره جامعات ثانيه، نطلع بده اروح بيه تجاره، اروح بيه لغايه لما الثقافه دي ذات نفسها يبتدي يحصل لها ايه؟ مصدر منتشره في المجتمع. حد عنده سؤال؟ عايزين ماشي شكرا.